سبور إكسبرس. مدي ساعتين وسبعة دقائق. أهلا وسهلا بكم في سبور إكسبرس. زلزال تونسي يضرب اليابان وتحديدا في مدينة أوزاكا. فوز تونس، فوز المنتخب الوطني التونسي بالأداء والنتيجة على المنتخب الياباني وفي المباراة النهائية لدورة كيرين الدولية في إطار برنامج التحضيرات لمونديال قطر 2022. المنتخب الوطني التونسي فاز بالأداء الفردي والجماعي والتكتيكي عالي جدا، عالي جدا الأداء اللي قدمه المنتخب الوطني التونسي، وأداء مشرف جدا لكرة القدم التونسية. 3-0 أمام منتخب ياباني عتيد، أمام جماهير غفيرة في ميدانه في أرضه. تونس تفوز في الشوط الثاني، هذا يعني ذهنيا كان ممتاز، تكتيكيا كان ممتاز، بدنيا وهذا مهم جدا في طقس يعني أمطار وكذا. المنتخب التونسي دونك يفوز بثلاثة في الشوط الثاني. الأهداف محمد علي برمضان من ضربة جزاء كانت حصل عليها طه ياسين الخنيسي، وأسيست ممتاز جدا من أنيس بن سليمان. ثم الهدف الثاني في الدقيقة 76، المايسترو يوسف المساكني يضغط على المدافع الياباني ومجهود بدني كبير في توقيت يعني 70 دقيقة لعب. يوسف المساكني يضغط يجبر المدافع أو عفوا يضغط يوسف المساكني ويفك الكرة ويحطها، أسيست ممتازة للفرجاني ساسي في الدقيقة 76. والهدف قلت من يوسف من فرجاني ساسي بعد أسيست ممتاز من يوسف المساكن وعمل كبير. ثم الهدف الثالث دقيقة 90+3، عمل رائع، هدف ممتاز جدا لعصام جبالي، فك الكرة على مستوى دائرة وسط الميدان، يتقدم شق التيران وفي تسديدة ممتازة في زاوية مستحيلة على الحارس الألماني دانيال شميدت. هدف ممتاز لعصام جبالي، ثلاثية رائعة للمنتخب الوطني التونسي في مباراة كما قلت فيها تفوق جماعي فردي وأدائي ممتاز جدا. مؤشرات الحق كلها باهية، باهية برشا المنتخب، وهذا الكل يخلي المنتخب ينطلق في التحضيرات للمونديال بشكل ممتاز. ونحط ساقينا بطبيعة ديما في القاع الصحيح، الانتصار مهم جدا وباهي برشا والأداء مقنع جدا والفرحة ممتازة. يلزم تكون اون دوز، معناها بشوية بشوية، ما نفرحوش برشا وما ندخوش برشا، مهم الانتصار ولكن باهي لمواصلة بقية التحضيرات. جلال القادر مدرب المنتخب اللي يستحق التحية على مستوى الاختيارات وعلى مستوى يعني الجانب التكتيكي واختيار التشكيلة والتعويضات، أكيد برافو لجلال. اش قال بعد المباراة والتتويج؟ الحمد لله، انتصار مهم، مشاركة ممتازة جدا تليق بسمعة المنتخب التونسي. كنا صرحنا قبل ما نبدأ والفترة هذه اللي باش تكون فترة صعبة برشا، خاصة على المستوى الذهني، ماهوش سهل باش اللاعبين يبقوا مركزين 4 مقابلات في شهر جوان في الوقت اللي هما من المفروض يكونوا في راحة نهاية الموسم. لكن أنكور من فوال الملعبية أكدوا احترامهم للمنتخب نتاعهم، احترامهم للمجموعة، هذه الأجواء اللي نخدموا فيها. مهما شكرتهم ما نعطيهمش حقهم على سيلويتي، على الديسبلين اللي ظهر عليهم طيلة الفترة، 20 يوم في فترة كيف من هكا برشا إرهاق. نفس الشيء نحب نشكر برشا برشا الإطار الفني اللي كان معايا كل بدون استثناء، يظهر لي اللي شفناه، الاستعداد البدني، الحضور الذهني اللي كان على المجموعة كل، خاصة من الناحية البدنية، 4 مباراة في 12 يوم، تنقلات يعني من بوتسوانا ونعرفوا اللي صار كل، نفس الشيء تنقل وديكالاجورير اللي صار، دونك كانت صعوبات كبيرة. لكن مرة أخرى الإطار الفني، الإطار الإداري، كل المحيطين بالمنتخب أكدوا الاحترافية نتاعهم. الحمد لله اليوم ما هي إلا مرحلة، طوينا صفحة الفترة هذه من التحضيرات، إن شاء الله نكونوا مركزين الباقي الاستحقاقات نتاعنا. مازال جورني فيفا باش تكون في سبتمبر، فيها 2 ماتش مع المنتخب الليبي الشقيق، إن شاء الله نكونوا حاضرين. أهم شيء كيف حكيت مع اللاعبين، إن شاء الله الفترة القادمة كل لاعب يكون 100% الاستعداد نتاعه، اللي عنده انتقالات وإلا اللي باش يحول من نادي النادي ولا فترة التحضيرات نتاعهم، لي جوار سانتا فيرتي باش يكونوا في افضل حالاتهم في الفتره القادمه. جلال القادر مدرب المنتخب الوطني التونسي، رغم الاداء الجيد والفرحه ولكن متوازن في كلامه وسخيف في القاع. واحد من الملاعبيه اللي الحق يعني في 2 مباريات سواء امام الشيلي او اليوم امام المنتخب الياباني كان ممتاز جدا، يعني فرجاني ساسي عمل كبير في وسط الميدان سواء في الناحيه الدفاعيه او الهجوميه، وتوجوا بهدف ممتاز الهدف الثاني في الدقيقه 76. فرجاني ساسي الحمد لله اليوم على الانتصار،
صحيح هما ديما تشاميكو، لكن بالنسبه احنا هبطنا بعقليه انهم ماتشات تحضيرات لكاس العالم بعد الماتش الكبير اللي عملناه ضد تشيلي. اكيد لعبات التونس كنت تستنى مردود كبير مع اليابان اليوم، كيف انا كونفيرمي قدمنا مردود كبير دفاعيا وهجوميا، هذا هو الليفل العالي. لازم تعرف كيفاش تستغل الفرص اللي تجيك. اليوم هذا الكل ما قصروش، كل سواء اللعب وكل سواء اللي دخلوا عملنا ماتش كبير. الناس الكل قاعدين ماشيين بتاتي حاضروا في نحضر الكوديمون، وان شاء الله ربي يجينا في السواب، وان شاء الله يعني كاس العالم وكل الناس كل حاضرين 100% باش نعملوا ان شاء الله مردود ينور البلاد ان شاء الله. جائزه افضل لاعب بالنسبه ليك اليوم؟ الحمد لله اليوم خذيت عز لاعب، لكن هذه حاجه باش تشجعني. لكن بالنسبه لي انا جويت كل اليوم هما افضل لاعبين، الكل كانت حاضره في كونسيني نتاع المدرب من الجارديان الاخر الاول جوار، الناس الكل كنا رجال ولعبنا اونيتي بيان ابليكي. الحمد لله كي تجري وتتعب والناس الكل كانت مركزه، الحمد لله ربحنا الماتش هذايا، واللي كان ماتش معناها كبير بالنسبه لنا نبنيو عليه ان شاء الله. نبنيو عليه الماتش هذايا. تحيه للفرجاني ساسي اللي ايضا تم اختياره افضل لاعب في المباراه، تحيه كذلك لزميلنا الملحق الاعلامي في الجامعه التونسيه لكره القدم اللي امن للاعلاميين التونسي التصريحات هذه مباشره من مدينه اوزاكا. دوك المنتخب الوطني التونسي يفوز بالكاس ويفوز كذلك بالقيمه الماليه للجائزه وهي 250 الف دولار تقريبا في حدود 770 الف مليون تونسي، الى جانب 60 الف دولار معلومة منحة المشاركة في البطولة. دونك في الجملة فما أكثر من 950 مليون للمنتخب الوطني التونسي إلى جانب كأس الدورة، دورة ممتازة تدخل التاريخ وتبدأ جديات وتتواصل الجديات والتحضير للمونديال، مونديال قطر. بعد ما تعرف ذكر المنتخب البارع على منافسه في الثالث وهو المنتخب الأسترالي. بعد شوية المباراة الثالثة للدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم في ملعب حمادي العقربي براد سنادي البنزرتي الاتحاد الرديفي بن قردين، مع حكم ساحة أمير الوصيف ومساعدين خليل حسيني محمد بكور، حكم الفار أسامة بن إسحاق ومساعد الفار أيمن الرياحي. نذكر بتأهل السياسة البارع على حساب مستقبل الجيش 4-2 وتأهل الإفريقي على حساب هلال الشابة هدف لصفر وغدو هلال مساكن مستقبل المرسى. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaikafm.net.